حزب النور أحد الداعمين الرئيسيين لحكم العسكر في مصر بعد أزمة انقطاع الكهرباء والأزمات المتتالية وسخط وغضب الناس، يقود حملة بعنوان رشد عشان بكرة، ويدعو إلى دعم حملة مؤسسة حياة كريمة لحث المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الكهرباء في مصر. لماذا لم يكن ذلك موقفهم أيام الدكتور مرسي وأيام الثورة؟ هل هم صنيعة أمنية إلى نهاية الأمر، أم استفاقة بعد فوات الأوان، أم القفز من المركب عندما تقترب من الغرق؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. حزب النور، أو كما يعني يحلو للبعض سميه حزب النور، من باب أني سلوكيات لا تمثل النور أو الدعوة السلفية أو السلفية الحقيقية، لأن السلفية والسلف مقدر ومعتبر، لكن هذه اللحى الأمنية أو المخابراتية للأسف يعني أصبحت عنوانا سيئا وسلبيا لنمط من التدين ما كنا نحب أن يقحم في الحياة العامة. حزب النور يعلن بعد أزمة الكهرباء في مصر والانقطاع وسخط الناس، فيريد أن يقوم بدور المحلل أو الوسيط أو التيس المستعار في الأزمة بين الحكومة والشعب، أو بين السلطة والشعب، لأنه هم ليسوا شركاء في السلطة، هم عملاء للسلطة أو مستأجرون إلى أجل معين ويتخلص منهم السلطة، ولهم لازال لهم دور يعني، فمطلوبون لهذا الدور وإن كان بنفس الكفاءة السابقة. فهم يعني اجتمعوا ودعوا الناس إلى دعم حملة مؤسسة حياة كريمة اللي أسسها السيسي، يعني تحث المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الكهرباء في مصر. طبعا هو ده دور بيقوموا بيه من باب أني احنا داعمين للسلطة، بنمتص غضب الناس، الحديث عن أني المحن والابتلاءات لأن الناس تصبر عليها. تمام، هذا الكلام كان يمكن أن يقبل من حزب النور وباسم الدين وباسم كل شيء لو هذا خط ثابت معهم، لكن ده هم كانوا خنجر مسموم وكانوا حركة دناءة وخسة في تجربة الثورة، ولا مش تجربة الدكتور مرسي، تجربة الثورة بوجه عام. يعني لم يشاركوا في ثورة يناير ولكن قفزوا، والمجلس العسكري قدمهم اللي هم كانوا ضد الأحزاب والحزبية وأنشأوا حزبا ونزلوا إلى الشعب وعامة الناس برصيدهم الديني ونافسوا، وكانوا عكس توجهات الثورة. حتى في تجربة الدكتور مرسي رأيناهم معول هدم وخونة، لا أقول رفقاء طريق لكن على الأقل حلفاء طريق في هذه المرحلة، وقالوا الأزمات، وأن ياسر برهامي قال إحنا خرجنا لأن أربع منتقبات شاور التاكسي موقفلهمش، أو منتقبات شاور الأربع تاكسيات موقفوش، تاكسيات اللي ممكن تركب أي تاكسي، إنما الكهرباء اللي كل الناس متضررة منها يصمت. الآن الكنائس بتفتح الأبواب لاستقبال الطلبة وتذاكروا مجانا، طب لماذا لم تقدم الدعوة السلفية هذا الأمر؟ عندك مساجد ودنيا، طيب ما تتقدم كخدمة، كحزب خدمي، كدعوة خدمية، على الأقل لا يترك الباب إن يبقى بس الكنائس التي تعمل. لا، هو يخشى هذه المساحة لا يقبلها الأمن ولا تقبلها السلطة، لأنه هو حزب بالأساس صنيعة سلطة وأمن، أمنجية يعني، إلا الموهوم أو المخدوع، وده خلاص انتهى. يعني كل من كان مخدوعا بحزب النور بعد أحداث الانقلاب العسكري في مصر أصبح واضحا له أن هؤلاء القوم يعني لا، تواطؤهم وعملهم مع الأمن وأمر عن قناعة، لا هذا توجه، زي ما عندنا في أنواع من السلفية في المدخلية، والسلفية المدخلية الجامية
ولما كنا في مؤتمر في مرة اتكلم عن السلف، قلت يا جماعة نسينا في التقسيمات نسمي السلفية المخابراتية أو الأمنية، منها طبعا على رأسها هذه الفئة وهذه الشريحة اللي كان معروف عنها هذا التواطؤ مع الأمن، وشفنا ده في أحداث يعني التواصل مع شفيق لما كان مرشح الفريق أحمد شفيق ضد الدكتور محمد مرسي وراحوا له تعاونوا معاه، اللي هم كانوا يدعوا ان هم حليفين للإخوان. يعني لا أزمة عندي انك تعلم بمواقفك انت مع او ضد مواقفهم اللي كانت ترى ولا والتشدد والتمسك. طب وبعدين متحدثهم الرسمي من حلي أمريكا وخفف اللحية اللي هم ضد التخفيف واللي بياخد من لحيته بالنسبة لهم ده كان زي الحالق. فالمواقف حتى الدينية عندهم لا مواقف على حسب العرض والطلب، على حسب الاحتياج، على حسب الريموت في ايد مين. الريموت في ايد ضابط الامن، فضابط الامن هو اللي بيوجه هو اللي يودي ويجيب. خلاصة الامر دعوة السلفية حزب النور، حزب النور تحديدا يعني الشعب الى تخفيض الاستهلاك الكهرباء والتحمل تجاوبا مع حملة حياة كريمة بتاعت السيسي. طبعا هو السؤال فين الحياة الكريمة؟ هل انتوا اصلا عايشين حياة كريمة كناس ملتحين ومتدينين بعد الانقلاب اللي انتوا دعمتوه؟ الحقيقة لا، الا لو كانت الحياة الكريمة اللي يعنوها الحياة الكريمة حياة امنية كريمة في ظل الامن، ان يبقوا شغالين مع الامن، وده امر معروف ليس اتهاما او ادعاء عليهم. طب انتوا تواطأتوا مع الانقلاب العسكري ضد الدكتور مرسي وضد الثورة وعملتوا الانقلاب بدعوة اخوانة الدولة وبدعوة مفيش خدمات. طب الان الحياة اسوأ بمراحل امنيا ودينيا واقتصاديا واجتماعيا وحياتيا وسياسيا بكل المعاني. هم بيقتربوا من 30 يونيو وده بيفكر الناس بمواقفهم المخزية وانحصار جمهورهم عنهم وانفضاض كثير من الشباب عنهم. الآن بقى خلاص واضح اللي معاهم، عارف الدنيا رايحة فين والمصلحة فين والدنيا خلاص يعني إما ليتجنب الأذى. فهم الآن بعد ضياع كثير من مكتسباتهم وحتى من ثقة السيسي والسلطة فيهم، هم فقط باقون عليهم لأدوار هامشية كما نرى، وهم دائما يحاولوا يكونوا في الصورة. هم ليسوا في الصورة لا من قريب ولا من بعيد. حتى الآن الكنائس بتفتح للطلبة، لا يجرؤ هؤلاء يفتحوا مساجدهم ولا مراكزهم للطلبة ليذاكروا فيها بالكهرباء حتى بمولدات، لأني لا ده دور ليس مسموح. لو مسموح فقط تؤيد وتدعم وتصبر الشعب بخطاب ديني من باب حتى ان ده يفسر اساءة الدين، لان الناس على اخرها من السخط والغضب. فهم بيحاولوا يمتصوا جزء مش قفز من المركب، لانه ما في النهاية مع اي حد هيجي، وهم تمامهم مع ضابط مش مع نظام بس. اي حد هيجي هم هيكملوا معاه، ايام مبارك كانوا معاه، مع المجلس العسكري معاه، مع اي نظام سيأتي سيتأقلمون معه. هذه هي طبيعة هذا الحزب للأسف، ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. اللهم آمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.